وابارك لهم واقول يا نجوم لا انت سلمت وانت خارج ليش ايش حتى انا سلمت عليك ليش يا نجوم اي خير طيب مالك طيب عبد الله انت متخيل انه بعد اسبوعين بيصيرون زملاء لنا لا والله لا إن شاء يعني الله انا إن شاء صراحه الله. يعني بغيت اقول لا ان شاء الله بس هو لا ان شاء الله لا ان شاء الله طيب عبد الله صباح الخير صباح النور والسرور يا مرحبا كيف حالك ابو سعيد الله يسلمك ابو سعيد لبيك عبد الله عبد الرحمن ايش رايك في شخصيته حسيت فيه كمين صح قمت تطالع قمت تعاين وانا عاين ها شخصيه مقدم وايه شخصيه مقدم نعم لا بس هل 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 هي شخصيه جميله شخصيه واثقه من نفسها الشخصيه هذه ولا لا اني اتكلم انها واثقه من نفسها او الكلام ده ما لي شغل كيف مالك شغل؟ أنا أقولك أنا جالس أحقق معك أنا جالس أسولف معك أقول إيش رأيك طيب في الموية تقول الموية هذه ما تعجبني يا أخي موية حارة نبغى موية باردة طيب أنا أعطيك وجهة نظر لكن تخيل إني أنا أقول لك الموية هذه تقول ما أعرف أساس وش وجهة النظر؟ تقول شخصيته في البرنامج صح؟ كيف؟ شخصيته في البرنامج شخصية إيش؟ حط المايك شوي بس شخصية عبد الله عبد الرحمن في البرنامج في اي شخصيه عبد الرحمن يعني نمطه الشخصي سواء في برنامج او غيره او غير البرنامج يعني مثلا انا بقول لك محمد مناحي الان ناقد صوت جميل وصوت عالي يعني صوت عالي يعني ناقد وصوت برا عالي صح ولا لا حلو زين ايش رايك هذا 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 وجهه نظر طيب عبد الله عبد الرحمن اقول لك شخص مقدم صوته جميل من هو عبد الله عبد الرحمن اي وش فيه مقدم صوته جميل طيب الكاريزما هل الكاريزما مالته زينه طيب هل يم طيب يا عبد الله لبيك احكم لي على شخصيه عبد الله عبد الرحمن من ناحيه السلوك الوجداني او السلوك تعامله ابو عبد الرحمن ما جاء منه خطا شخص من حاله بشانه انسان محترم حلو لبيه اقول حلو جميل يعني فرض احترامه علينا كل بوله فارض احترام على الجميع نعم طيب اعطونا يعني طيب هل يستحق ان احد يغلط عليه يستاهل الغلط وارد عادي لا لا بس يستاهل انه يغلط عليه ممكن بعض الاحيان يستاهل بعض الاحيان ما يستاهل طيب ممكن بعض الاحيان يستاهل ممكن مره يستاهل مره ما يستاهل يعني مره يعني ممكن على حسب الغلط على حسب يعني ممكن عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن يغلط ويجيها الرد منك مثلا اي جل من لا يخطي طيب اعطونا المقطع نشوف الغلط وين هل استوجب او لا الرد أنا بروح سعون هذا الصغير. الله عبد الله عبد الرحمن كم مرة قلنا لك إذا عاد المسح بين أشخاص لا تدخل يا ملقوف نعم. هذا لا بس فش فيها فش فيها ما حد دعاك. هذا قال لك شيء هذا قال لك شيء عبد الله. لا. تفضل. عبد الله عبد الرحمن محترم ولا ملقوف؟ في الموقف هذا في الموقف ذا ملقوف. ها؟ في الموقف هذا ملقوف. طيب ليش قبل شوي ما قلت احيانا في لقافه والانسان يخطئ ويصيب؟ طيب قلت لك احيانا في يخطئ واحيانا ما يخطئ عادي. لا هذا سؤالي انا قلت هل احد يستاهل انه يغلط عليه؟ هذا بعد سؤالي الثاني انا في فقرة باء. باء. حلو فقرة تاوش. طيب. بخصوص عبد الله العلياني وعبد الله عبد الرحمن لكل فعل ردة فعل انما عبد الله العلياني لم يخطئ على عبد الله عبد الرحمن لا بس في الاسلوب لا لا عادي مزح عادي هو يعني الحين عبد الله العلياني لو يغلط بهبد بالموي هنا ليه؟ عادي لانه اخطا كيف اخطا؟ اخطا بهبد هبد لا بالموي عادي من ميانه اه من ميانه حلو اوكي في الكلام عبد الله عبد الرحمن اتوقع انه يعني مقدم ناجح كاريزما ثقه ولكن بالمزح ما عنده سلوكيات المزح مثل ما عند عبد الله العلياني ومثل متعب ربعان واتوقع انه يعني يدخل نفسه بعض الاحيان الا ان يمزح صح ولا لا؟ شوف حنا نتكلم ابو مناحي نقول في اثنين اشخاص يمزحون ثلاث اشخاص يمزحون اثنين جالسين في جلسه اربعه في جلسه لا حد يتلقف من يوم دخلنا ذا البرنامج وحنا نصيح من هو؟ 78 على ذا الاسطوانه من هو من هو؟ على ذا الموال يا من؟ شباب يا عرب يا اوادم يا غار افهم خلاص يا اخي طفح الكيل يا اخي
تجي لي على الشاشه بعلمك يا مسلم، بقول لك يا اخي لا تلقف. شفت لك ثلاثه يمزحون، شفت لك ثلاثه يمزحون. طيب من 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 غلط يطلع شكلك في الشاشه غلط. من هو؟ هذا عتاب اخوه وعتاب محبه. انت تتكلم على حال من؟ انا اتكلم اقول لك من اول ما دخلنا البرنامج وحنا نصيح يا الربع يا ناس يا مسلمين، اذا في اثنين يسولفون في جلسه مختصره في ناس تمزح لا حد يتدخل، روح سوي لك لوكيشن، روح سوي لك جلسه افهم. فهم فهمت. انت الان تتكلم انك من بدايه النسخه وانتم مجتمعين تكلمتم مع بعض، يا شباب في اثنين جالسين في لوكيشن، في ثلاثه، في مجموعه تمزح، في لا تدخل انت، لا تقحم نفسك. الله عليك. حلو. هذا الواضح. يعني عبد الله عبد الرحمن مع كثر النصايح لم ينتصح. لا، ممكن تحمس ودخل في المزح. ومن لا من تدخل فيما لا يعنيه لقاء. ما من تدخل فيما لا يعنيه لقاء ما لا يرضيه. شوف قول لا اله الا الله ابو ماح حق ابو عبد الرحمن عزيز وغالي. انت خلني اعلمك انت يا عبد الله عبد الله، انت 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 ما اخطيت في حقه، ما اخطيت في شخصه، ما وهو كذلك، وهو كذلك ما يعني ما 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 اخذها بالاساءه، هو ما اخذها بالاساءه. انا عجبني أنا, كل أنا, 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 انا 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 كلامي معك لكل فعل ردة فعل. صح. لو عبد الله عبد الرحمن ما اقحم نفسه بين ثلاثه يمزحوا لهم في مزحه ما حد يتكلم عليه. صح صح. هل انت اذا بدر منك ردة فعل على فعل متصرف الرجال ذا هل اسقطت عليه؟ لا خلاص عند طيب. الكلام طيب ابو حمود الله يتمك وسعيد هلا بيه شلونك؟ طيب الله يسلمك ابو حمود يا مرحبا. اللي بينك وبين عبد الرحمن سواء مزح ولا جد، سواء دخل باذن ولا غير اذن، كيف كنت وياه؟ لكن انت اللي جريت عليك المتسابقين كلهم، لا تزعل اذا احد دخل بدون استئذان. تدري ليه؟ ليه؟ لانها فعليا انا حسيت ان النسخه كامله تتوجه بكيف كنت. النسخه كلها ما عدا واحد ولا اثنين. والله ان هذه النسخه انها تتحرك بكيفك انت مثل ما تحرك الرياح العلم. هذا واحد. فعبد الرحمن بن عبد الله دخل لانك انت اعطيته الضوء الاخضر انه يدخل في اي وقت. اثنين، ثلاثة، أنا لي طلب أخير يا عبد الله سعيد، أتمنى لبيه. يعني أنا أول مرة أطلبك القدور، طلب أخير ما راح أطلبك بعد الليل لأن ما عاد بقى إلا 12 يوم أو 10 أيام عسى الله يعجل بها. يعني أنا أتمنى أنك تجمع قدور القرية كلها تحطها في زاوية وتولع فيها. أنت سمعت وأنس الميموني، اسمع الله يحفظك. القدور اجمعها من المتسابقين. أنا أدري أني أنا أوصي من وعارف من أنا أوصي، لاني ادري من ذا اللحظه طالما اني طلبتك انت يا عبد الله سعيد فانا متاكد انه من ذا الليل ما راح يكون فيه قدور يطبل عليها او مواعين تحذف او ملاليس تعرض بها. العرضه طال عمرك تعرض فيها الجنابي وتعرض فيها السيوف، العرضه طال عمرك احتفالات وماروث في مكان زين وفي وجاهه زينه، حطيت العرضه في المطبخ فوق طاوله المطبخ، حطيتها بالملاليس، حطيتها بالقدور. نفداك عبد الله بن سعيد، انا من هذا المكان ومن هذه الطاوله اطلب منك انك تلحق على ما بقى من الايام وتوجه المتسابقين الذين هم حقا يقتدون وينصاعون لاوامرك ويسمعون كلامك. والله ان كلهم لو تقول لهم اصطفوا الليل وارقدوا وقوف ان يرقدون وقوف. وانا ادري وان تدري والنقاد يدرون والجمهور يدري أنك من يستطيع أن يجعل هذه النسخة في آخر 10 أيام بمظهر يليق. رجاء يا عبد الله سعيد من ذا الليلة قدور، عرضات بملاليس، أشياء ما لها داعي، الصياح وطهبلة. يا أخواني 10 أيام استغنموها، والله أني ما أحمل المسؤولية إلا أنت يا عبد الله بن سعيد. ومن بكرة إن تفكر عليك بالدربيل أشوف شو أنت بتسوي. طيب سلمت يا محمود اقدر ارد عليك؟ عاش ابو عبد الله الله يرد عليك. ما عليه بيجيك بيجيك عبد الله بن سعيد يتفاهم معك. الله المستعان. مسوي قاده بيجيك عبد الله بن سعيد وبيفرمتك. اقدر ارد عليك ابو محمود؟ تفضل يا عبد الله. طيب اول شيء سلمت، ثاني شيء يطول عمر السلامه يوم تقول النسخه يمشون على مزاجه وعلى كيفه وعلى اني اتسلط انا على النسخه.
الرأي يجي فيهم حقهم، عرفت ولا لا؟ الأمر الثاني كل عقله في رأسه يعرف خلاصه، عرفت ولا لا؟ الأمر الثالث أنا بدونهم ولا شيء. الأمر الرابع أنا تعبت، ودهم يمشون، ودهم يبدعون، هذا الشيء راجع لهم، كل رجال يطلع بيمينه ما عاد إلا 10 أيام. يعني أنت مسؤول من من الليلة يا عبد الله سعيد؟ أنت مسؤول عن من؟ أنا مسؤول عن نفسي. عن نفسك بس؟ بس. طيب أنا بجي عند رجال أقول له يا فلان طالما أنك مسؤول من نفسك، في مشهد في الشيء الثاني، طالما أنك مسؤول من نفسك أنت تقول مسؤول عن نفسك صح؟ أنا خدامهم، قل لا إله إلا الله. أنا قلت ترى أكثر مرة في البث أقول ما عاد مسؤول عن حد ولا شغلي. أنت تقول مسؤول عن نفسك؟ أقول يا إخواني أنت مسؤول عن نفسك؟ قل لا إله إلا الله. أنت مسؤول عن نفسك؟ شهد لا إله إلا الله. إيه ولا؟ ولد خليني أتكلم من زوجي. بحمود مسؤول من نفسك؟ كني طلعت عن طوري شوي يا أخي. أنت مسؤول من نفسك؟ أنا مسؤول عن نفسي ومسؤول عنهم. تطبل بالقدور ليه؟ القدور يا طويل العمر السلامة تطبيل. حطوك في قدر ضغط. التعرض بالملاليس ليه؟ خلني أرد طيب. تعرض بالملاليس ليه؟ خلني أرد طيب عليك كذا. رد. يا محمود كيف أرد يا محمود؟ عطني مجال يا مسلم. يلا رد. أدخل على والديك. أنا يا طويل العمر السلامة تطبيل القدور والحلول. يا أخوي بنت ونس شوي يا أخوي. يا أخوي طفشنا يا أخوي. أقعد أطلع على الشاشة. السالفة الفلانية وفلان قال فلان سوى. مو تونس الى متى؟ انا بسالك سؤال يا عبد الله، هل في حياتك الواقعيه برا برامج؟ دقيقه يا عبد الله، خارج برنامج في الاستراحه عند اخوياك في البيت تطب البقدور؟ لا موضي. ايش الاخبار ذا؟ موضي على السماع اخر نهايه يا اخوي. تونس يا اخوي، يا اخوي الحياه فاضيه. تونس بالقدور. بالقدور شوي بالقدور. قول لا اله الا الله. حنا طبلنا على القدور فليناها شوي وما دير. انا معك بس يا اخي. شكرا يا اخي. طفشنا يا مشرم، وين اروح ادق يا اخوي؟ دور لك غير شيء غير القدور يا اخوي. بنلعب يا اخوي بنتونس، هذه حياتنا. العبوا باي شيء غير القدور. ايه نغت اخذ خلاص ابشر جركب ها شعب. قول طيب لا اله الا الله. طيب طيب انا وعندك في العشر ايام هذه ما راح تشوف تطبيل الا مره مرتين بس. طيب ما في مشكله، ما في مشكله يا عبد الله. الف شكر لك يا عبد الله على مداخلتك. الله يعطيك الف عافيه. شكرا. تصبح على خير. بامكانك انك تتفضل. عبد الله سعيد العلياني ابو مناحي، كلمه اخيره عن الصدقه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد على افضل الصلاه واتم التسليم. اخواني خواتي بارك الله فيكم. صدقه. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق. صدق الله العظيم. هذا قول الله سبحانه وتعالى في منزل تحكيمه. يعني ما فيها أبدا من نفسك يا شخص، بادر قبل أن تغادر. انفقوا لأنفسكم لقادم أجلكم، ألا وهو دار القرار وهي دار الآخرة. دار تحتاج إلى